اليوم يعني ارتئينا اننا نديروا واحد اللقاء حول واقع النقابات بالمغرب وسؤال المهنيه في مجال الصحافه ومهن الاعلام جهه مراكش انموذجا. واليوم الحمد لله شفنا بعض الزملاء اللي جاوا يعني شرفونا وكذلك ناقشوا معنا، كانوا بعض المداخلات اللي كانوا تبعتوا معنا من خلال يعني هذا يعني الواقع ديال الصحافه الوطنيه وكذلك يعني المستقبل اللي تنتمنى انه يكون مستقبل زاهر لهذا الميدان. وكذلك اللي بغيت نشكر بدوري الاساتذه الباحثين وكذلك الزملاء اللي جاوا شرفونا اليوم في هذا اللقاء هذا. وما تفوتنيش الفرصه انني نشكر طاقم جريده اخبير اللي تبعت معنا هذا اللقاء هذا منذ البدايه، وكذلك تنوجه الشكر لجميع الزملاء والمنابر الاعلاميه اللي كانت حاضره اليوم، وشكرا للجميع. ونحن في ضيافه النقابه الوطنيه للصحافه ومهن الاعلام، لا بد ان نشير الى ان يعني الوضعيه ديال المهنيين وديال هذا الحقل المواطن ودا التاريخ العريق من العطاء، فالاكيد ان الوضعيه ديال المهنيين كيف ما تعرفها الكل هي وضعيه لا تساهم في انجاح المشاريع التنموية للمملكة، وعلى رأسها المشروع الملكي والذي يشرف عليه صاحب الجلالة نصره الله شخصيا، والمتعلق بالحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية. وهذا الأمر يطرح أكثر من سؤال على تفاعل المقاولات الصحفية بخصوص الأوضاع ديال المهنيين، ومن زاوية المقاولات فيطرح السؤال يعني بين أحضان الحكومة ماذا قامت به لإنصاف هذه الشريحة المجتمعية وكذلك لإنصاف المشاريع المجتمعية المغربية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحن يعني في إطار ندوة ولقاء في موضوع واقع النقابات بالمغرب وسؤال المهنية وسؤال المهنية في مجال الصحافة ومهن الإعلام مراكش أسفي جهة مراكش أسفي انموذجا. نظمناه في إطار يعني النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام الفرع الجهوي لجهه مراكش اسفي. هذا اللقاء حاولنا واخترنا له هذا العنوان والشعار الذي كما لاحظتم من اجل نقابه فاعله واعلام هادف. نحن جميعا نعلم انه الاعلام يعيش مجموعه من المشاكل، مجموعه من الاكراهات، مجموعه من التحديات، وايضا على غرار النقابات التي تدافع على المهنيين والشغيله اين ايضا تعاني من اكراهات. اليوم نظمنا هذا اللقاء لتصحيح المسار والخروج من منطقه الصراع الى منطقه الراحه لكل منشأة إعلامية، لكل مهني، لكل صحفي أن يتحمل مسؤوليته وأن يحترم القانون كما يكفله الدستور، وأيضا مسؤولية المؤسسات أن تبسط المساطر وأن تجعل الجميع يستفيد ما دام هو يحب ويريد هذه المهنة، أن تبسط هذه المسائر وأن يستفيد الجميع ما دام يبحث عن إخبار هو يستفيد من حرية التعبير، وكذلك هو سيحترم القانون المنظم من هذا الإطار. ومن جهتنا كنقابة سنحاول التنسيق مع المؤسسات ويعني القيام ب لقاءات وسلسلة من اللقاءات والأنشطة التي ستساعد على هذا الشيء. وشكرا للجميع. مشكورين على المواكبة الإعلامية لهذا الحدث ولهذا اللقاء اللي اخترنا له موضوع واقع النقابات بالمغرب وسؤال المهنية في مجال الصحافة ومهن الإعلام جهة مراكش أسفي نموذج. بالفعل هذا اللقاء كان مثمر كيف تابعتوا معنا، كان هناك تدخلات ديال مجموعه ديال الزملاء في مجموعه ديال الجرائد الجهويه والجرائد الوطنيه. احنا من خلال هذا اللقاء نطمحوا باش يكونوا هناك واحد توصيات من اجل النهوض بقطاع الاعلام على مستوى الجهه ورد الاعتبار للمراسل الصحفي. وشكرا لكم على تغطيتكم.